صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم موضوعنا دايما بيكون هارت تنين لور بادي، ولكن اليوم رح يكون له نكهه خاصه، رح شدد اكثر على ترقرق العظام، على الاوستيوبوروسيس، كيف فينا نكون عم نجرب نتمرن لنساعد بهذا الموضوع. اليوم اهم الدراسات واخر دراسات اللي هن كم دراسه معموله بتشدد على انه الرياضه مش هالقد بتساعد بتخفيف ترقرق العظام، ولكن ريليشن ما بين الاتروفي او نظريه فقدان العضلات هي اللي عم بتكون ما عم بتساعد ابدا، بمعنى انه نحن كل ما نتمرن نقوي عضلاتنا رح يكونوا هن عم بشكلوا درع كثير مهم للعظام تبعونا. بدي بلش بكم صوره، واثناء الحلقه رح كون عم بحكي عن كثير اشياء، عن كثير معلومات لازم تعرفوها، رح كون عم بشتغل على مهله بحركات رح كون كثير مفيده لكم. بلش باول صوره عم تكون حاضرة، عم نفرجي الفرق بين العظم الأساسي كيف بكون السليم توتالي سليم، وإلى يمين الشاشة كيف بصير في أوستيوبوروسيس أو ترقرق بالعظام من جوا. رح انتقل على صورة تانية وبتفرجي هون بطريقة أكثر كيف ممكن إذا بدكم النورمال بون كيف بكونوا، قديش بكون في دنسيتي فيهم، وبعدين كيف بيصيروا مع العمر أو مع هالمشكلة كيف بيصير يكون في من جوا هيدي، كيف بيصير في توسع إذا بدكم بالبورز جوا. بنتقل للصورة اللي بعدها هون بكتير بساطة بحياتكم اليومية، مش بس أثناء ممارسة الرياضة، بتشوفوا أول صورة بالأعلى كيف الطريقة الصحيحة لتقعدوا تقروا كتاب أو تستعملوا الكمبيوتر أو تكونوا قاعدين أنتوا عم تشتغلوا حيالة شغلة، كيف ظهركم بكون بناتشرال الالاينمنت مثل ما أنا دايما بدعي. بتشوفوا بعدين كيف الطريقة الخاطئة والرقبة ممدودة لقدام وعاملين فلكشن بالسيرفيكال بارت، يعني صار في عنا هون بكل بساطة كمان ضغط على السباين، على الفقرات اللي بكون معها ترقرق بالعظام ما بكون منيح أبدا. لما نحكي تحت كمان فلكسينج السباين، لا ننزل لتحت مش منيح، مشان هيك الطريقة معلي دايما الإجر. تبس كتير صغار، بنتقل كمان على صورة تانية. اليوم عم تحكي هون، عم نحكي مع تقدم العمر in relation لهيدي المشكلة، بنشوف بعمر بين 30 و 35 في نقطة مكتوب عليها peak bone mass، هون بأكثر محل بتكون العظام تبعيتنا سليمة مع عندنا هالمشكلة، وبعدين بنبلش الديكريز. شوفوا بالآخر لما ما يكون في تريتمنت، لما ما يكون في رياضة، لما ما يكون في كل هالعلاجات إذا بدكم، لما ما يكون في أدوية، قديش ممكن تكون حالتنا مش منيحة. خليني لكن بلش أنا وياكم بالحركات اللي ممكن تعملون. وتنحكي weight bearing exercises، هيدول أهم exercises ممكن نعملهم لما يكون عندنا هالمشكلة. بدي أذكر إنه تقريبا 50% من المجتمع الأمريكي، مطرح ما أهم دراسات بتصير من سيدات، 50% من سيدات أمريكا هني بيكون مصابين بهذه الشغلة، واحد على ثلاثة من الرجال بيكونوا، سلم على إلي وكريستال عم بجربوا، واحد من ثلاثة أو ثلاثة الرجال بأمريكا كمان بيكون عندهم هيدي المشكلة، شغلة كتير أساسية بنشوفها بكل بيوتنا. اليوم لما أحكي weight bearing exercises يعني يكون عم بيشتغل عكس الجرافيتي أو عكس الجاذبية، استعمل وزن جسمي أو حتى additional weights مهمين كتير، رح أشرح بعد شوي شو ممكن نعمل وشو ما ممكن نعمل. خلينا نبلش بالإكسرسايز نمبر 1، بما أنه نحن عم نحكي lower body رح أعمل سكوات، او بالاحرى رح اقعد على كرسي، ممكن تكون هاي كرسي ممكن تكون بنش، رح ارجع اطلع لفوق انا وشادد معدتي واطلع عروس اصابيع. سو هاي حركه وحده رح اكون، رح ارجع انزل 1 تايم ذاتس 2 3، بنجرب نقعد 4. للسيدات اللي عم بشوفونا هلا وبيعانوا من هالمشكله كيف يقدروا يعملوا حركات بسيطة، رح ارجع اشرح، مش رح سمي لكم اياها سكوات، رح سمي لكم اياها عم بقعد على الكرسي بطريقة مضبوطة، ما بخلي الركب يقطعوا اصابع الاجرين، الاجرين باراليل. لما ارجع اطلع لفوق بجلس ركابي هالمرة وبطلع روس اصابيعي، ذس از 5، بعد عندي 5 مرات، معدي دايما مشدودة، 6 7، برجع منطقة الحوض لورا لما اقعد، 8 9 and 10. لكن لما احكي بونز واحكي اوسيوبوروسيس او احكي ترقرق عظام، عم نحكي يعني ريسك كثير عالي لنعمل فراكتشر. اليوم شو اللي بيسبب الفراكتشر؟ بنعرف اكثر نسبه فراكتشر بتصير بمنطقه الورك لما حدا يقلب، خاصه مع التقدم بالعمر ويكون في اوسيوبوروسيس، البالانس عم بكون كثير ضعيف، مشان هيك نعمل حركات فيها بالانس شغله مهمه جدا. رح اعطيكم حركه
اذا كنتوا اليوم كيف بعرف انا كيف بدي اعلل التشالنج تبع الاكزرسيس؟ بكل بساطه، اذا كنتوا عاده بتتمرنوا عندكم هالمشكله، عندكم حد معين او حد ادنى من اللياقه البدنيه، فيكم دائما تزيدوا التشالنج. يعني ما معقول حدا معه اوستيوبوروسيس متقدم بالعمر و ويجي ليعمل اي حركه يكون عم يعملها بطريقه كثير اكسبلوزيف. هل يا ترى ما لازم اعمل ابدا اكسبلوزيف؟ مش محبذ ابدا، ولكن اذا شخص بعد قديش عنده مشكله اوستيوبوروسيس، قديش متقدمه هالمشكله عنده اياها، عاده بيعمل رياضه، في يعمل بروجريسيف لود كمان على البروجرام او على البروجرام يلي بتشتغلها او بيشتغلها. يعني في اعمل سمول جامبس لقدام ولكن بطريقه كثير مدروسه، كمان معقول يفرجيكم شويه حركات. رح اشتغل هلا انا هون بالانس، يعني اذا بطلع على اجر وحده لانه لازم كومبوننت البالانس يكون عم بشتغل عليه، يكون عم بقوي هذا الكومبوننت، بطلع على اجر وحده وبجرب اقدم لقدام ومد اجري شوي صغيره انا وشادد معدتي، برجع بنتقل لفوق and I go again balance 2. هلا اذا بتحسوا حتى هيدي الحركه صعبه رح اقول لكم بكل بساطه، من هون شوفوا شو هينه، بهدي بحط كرسي، بوقف حد حفه، بوقف حد حيلا شيء ممكن انا سند ايدي عليها او عليه واطلع من هون وارجع انزل لتحت، خلي جسمي وعمود الفقري جالس مش هيك او مش هيك لفوق بطريقه ناتشرال، مد اجري برجع بيجي لهون رح اعملها كمان مرتين وانتقل لتاني اجر، معدي دائما مشدوده. عظيم. لكن مثل ما قلت كثير من الدراسات بتقول انه الرياضه ما عطت سيجنيفيكانت او اذا بدكم تحسن واضح للناس انه يبطلوا يفقدوا مستوى او الدنسيتي تبع البونز، ولكن بالمحل الثاني الناس اللي ما بياخذوا ادويه يلي ما بيعملوا رياضه كانوا هن اكثر ناس حالتهم تراجعت لورا. مشان هيك برجع بقول لكم حتى لو نحن ما في سيجنيفيكانت اذا بدكم انه يوقف البون دنسيتي او تزيد كثافه العظام ترجع بالحد الادنى وباضعف الايمان، فينا نفكر انه كثير مهم تقويه العضلات ليكونوا هن الدرع ويحموا العظام. خلينا نروح للاجر الثانيه اب لفوق للان، مش ضروري افتح اجري للاخر، معدتي مشدوده عم بعملها بطريقه كثير ايزي، ما عم بفتح ما عم بعمل فتحه كامله للجسم داون. اوكي سويتش لهون بيرفكت هايني، برجع لقدام سويتش برجع لهون. هل يا ترى عم نسال السباحه منيحه؟ اكيد السباحه منيحه، ولكن السباحه لا تعد ويت بيرنج اكزرسايز لانه اليوم بتعرفوا في فلوتيشن تقريبا بالمي، المي بياخذ كثير من وزن الجسم، مثل ما انه مثلا لما اطلع على بايسكل وامشي منا ويت بيرنج اكزرسايز. لما احكي عن ويت بيرنج اكزرسايز هو الوزن اللي عم بيشتغل فيه بعكس الجاذبيه بعكس الجرافيتي تبعيتي. خليني اعطيكم عن اكسلنت اكزرسايز كمان فيكم تعملوه، رح استعمل ويتس ستيب اب از ان اكسلنت اكزرسايز لنكون عم نشتغل. واليوم لما احكي اكزرسايزز دائما ما بدي ارجع عيد، عم بحكي عن موديفيكيشن، قديش في اعمل موديفيكيشن للحركه اللي خليها تصير اصعب، قديش في اعمل موديفيكيشن للحركه اللي خليها تصير اسهل. مش حقول بركي استعمل كلمه اصعب، استعمل كلمه مور تشالنجينج او اذا بدكم تكون فيها تحدي شوي. من هون فول فوت اون ذا ستيب لانه هيك ممكن اعرض حالي لسقطه لقلبي، قلبي كثير مكلفه مثل ما بحكي دائما بالبريجننسي، القلب كثير على الارض مكلفه، كمان بحاله الاوستيوبوروسيس مكلفه جدا جدا جدا. بدنا نشتغل على البالانس تبعنا على الاستابيليتي تبعولنا على الكور تبعنا كرمال ما يكون في ابدا مشكله بالقلب. لكن ستيب لهون عم بحكي بيزكس، انا عم بحكي حركه هاي لمين ما كان، اذا بتحسوا الويتس تقال عليكم ما عم تقدروا تحملوا ويتس بنحطهم على جنب وبنطلع لفوق، نشتغل بالحركه بلا ويتس. ستيب بدي زيد الحركه الصعوبه لانه بركي تكون هينه لكثير من الناس، بس بدي اعطيكم مثل، اذا سيده عمرها 65 سنه 70 سنه عندها ترقرق بالعظام ولا مره عامله رياضه، هالحركه
انها تقدر تعمل هون رح تكون بركي مودريت لها، بالنسبه لالي بركي هيني، ولكن لسيده بهالعمر لسيده بهالفيزيكال كابابيليتي معقول تكون شوي صعبه. مشان هيك لازم نحترم هذا الشيء ونجرب نشتغل على الموضوع. بتزيد تشالنج بطلع لفوق هيني، ايدي جالسين حعملها 5 مرات، ذاتس 2 كمان 3 كمان 4 كمان 5 سويتش. بلايومتريكس، لازم اعطي بلايومتريكس لسيدة عمرها 65 سنة مثلا او لرجل عمره 70 سنة مصاب عنده اوستيوبوروسيس، رح ارجع ظبط اكيد. لا باوندينج اكسرسايزز مش محبذين ابدا، في حالات معينة اكسبشنز كثير لاقدر اعطي حركات فيها هيدا الموضوع، ولكن هيدا بعد مرة واحدة بيتطلب وقت. And I go down. لكن قلنا Balance and Stability Workout نشتغل على المنظومة العضلية بكل جسم، ما نترك ولا عضلة ما نقطع عليها. نفس الكونسبت نفس المبدأ، وتكون بناس ما عندنا هالمشكلة ما عم نواجه هالمشكلة، ولكن أكثر لازم نشدد على أشياء مهمة. Avoid إنكم تقعدوا على ركابكم وتعملوا حركات اللي بنعملهم عادة على الأرض من المحبذ. لا، اليوم بهذا الموضوع سيفتي هو شغلة كتير مهمة، مشان هيك لازم ننتبه. بذكر weight bearing exercises نشتغل عكس الجرافيتي، سباحة كتير منيحة ولكن منا weight bearing exercise، فيكم تنزلوا للكارديو تبعكم تعملوا كتير اشياء، تعملوا اكوا جيم بالمي، ولكن مش حتكون مصنفة ك weight bearing exercises. دايما نحن رح نكون عم نلاقي اذا بدكم كيسز نحكي عنهم، دايما رح جرب كون عم نقي مواضيع نحكي عنها بتفيد. اليوم مش مهم قديش نحن عم نشتغل، انا مني هون لاعطي ديمونستريشن عن انا شو فيي اعمل، انا هون كرمال جرب وجه مسج واحد للناس يلي ما بيتمرنوا ابدا، يلي ما بيعنيهم التمرين، يلي بفكروا انه هن بعد معهم وقت كرمال صحتهم. مشان هيك نحن هون بالام تي في عم نجرب نوجه هالمسج. قوموا على الكاوتش دائما، جربوا باضعف الايمان تكونوا عم تعملوا رياضه. بقول دائما مش مهم تنطروا الدكتور يقول لكم هي روحوا اعملوا رياضه، لانه انتم بالكاتنج ايدج تبع الصحه تبعيتكم، اذا ما بتعملوا رياضه بركي تسوق حالتكم كثير. انا عم بعطيكم دعوه كثير مهمه من مدرب رياضي عم بقول لكم فيها، اعملوا رياضه مش لانه صحتكم منا منيحه، لانه لازم تتمرنوا كرمال صحتكم ما تسوق لقدام. لما نحكي اوستيوبوروسيس عم نحكي شغل كثير مهمه، عم نحكي موضوع السيدات. انا بتمنى عليكم ما تكونوا ابدا عم تاخذوا الموضوع بطريقة أو تسخفوا الموضوع، لازم يكون في علاج، لازم يكون في اتصال مع الطبيب تبعكم، وبالتالي لازم يكونوا عم تعملوا رياضة. Eat right next، لأنه بدين تدغري. شوفكم بكرة بنفس الوقت. All about pregnancy. Get fit, stay fit.